السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم قناة فتوش للطبخ. اليوم ويانا وصفة حلو كلش طيب، مكوناته جدا جدا بسيطة ومتوفرة هماتين عندكم ان شاء الله. هو حلو بنفس الوقت تحسوه هيجي مثل الموطة، كأنه لأن من تحطوه بالثلاجة يطلع كلش طيب وبارد. هيجي بهالاجواء الحارة هسه احتر الجو بعد رهيب. ما اريد نطول، خلونا نبلش بمقادير. اول شي عندي هنايا بسكت لونه غامق، اي نوع اوريو اي نوع ثاني، بس المهم يكون بيه حشوة. اذا استخدمتوا بسكت ثاني اي نوع ثاني يعني ما بيه حشوة مثل بسكت الشاي اللي هو الماري، تحطوا له اما زبد فد خاشوكتين كبار يعني ما يكون مايع الزبد مذوبي، او تحطوا له خاشوكة كبيرة من النوتيلا حتى شنو حتى يتماسك شوية. بعد ما طحنت البسكت راح اوزعه بالكاسات، وانا هنا سويت كمية لانه هماتين الحلو والبارد وبهالاجواء الحارة لازم نذكر بيه اهلنا واحبابنا، فكان لهم نصيب هماتين اودي لهم فد معون صغير. فوزعت بالكاسات والباقي وزعته هنا بالبايركس، وهسه راح نبلش بالطبقة الثانية. الطبقة الثانية عبارة عن يعني استخدمت هنا جبن الكيري 12 قطعة، او اذا عندكم جبن كريمي فتستخدمون 220 غرام، وعندي هنا باكيتين من كريمة الخفق وكوب حليب وكوب من النوتيلا. كريمة الخفق اني اجى الباكيت باربع اكياس صغار، اذا عندكم الباكيت يجي بي كيسين كبار فاستخدموا كيس واحد يكفي. حطيت هنايا الحليب وضفت عليه كريمة الخفق وراح ابدي اخلطه بالبداية. بعد ما خلطت الكريمة ضفت الجبن وخلطتها ماتين كل الزين، وتأكدت انه كليته جانس ويا الكريمة، وبعدين تفاجأت انه الكاميرا طفت وخلص الشحن فاضطريت اني اشحنها. ضفت النوتيلا وخلطت بالبداية بس بعدين وقفت حتى تشوفون الخطوة هاي انه النوتيلا اني ضفتها همات وياها وراح اخلطها. وهسه بعد ما جهز الخليط عندي راح اشوفه اتاكد من عنده انه متجانس كليته سوا، تاكدت من عنده انه كل زين متجانس قوام التهماتين كل زين، راح ابدي اوزعه بالكاسات حسب ما يعجبكم ايش قد تردون تحطون بالكاسه، هوايه شويه انتم براحتكم. شوية هيك هزوا الكاسة على مود يتعدل السطح مال الحلو ويصير عدل. هسه عندي هنايا فستق حلبي فستق اخضر طحنته وراح ازين بيه وادخلها للثلاجة اقل شيء تقريبا 6 ساعات
يصير بارد ومتماسك، كلش كلش طيب. اتمنى تجربوه خصوصا بهاي الاجواء الحارة، جدا مفيد، شوية يبرد على قلوبكم. اتمنى وصفة اليوم تكون عجبتكم، لا تنسون لايك واشتراك بالقناة. شكرا لمتابعتكم.